غير ان انا عندي انحياز ناحيه محافظه اسوان مع انها مش محافظتي، بس هو انا واقع في حب وفي سحر محافظه اسوان من وانا عندي تقريبا 17 سنه لما زرتها اول مره في اجازه نص سنه رحت الاقصر واسوان. قلت لكم احكي لكم عليها، كانت حته رحله بقى جميله جميله جميله، ونايل كروز وبتاع جو يعني. المهم ولما جيت زرتها تاني وانا كبير وانا يعني في نهايات الاربعينات من عمري، ورحت اسوان وتعاملت اكتر مع اهالينا في اسوان اكتر منها بقى سياحه، رحت شغلي اشوف شغلي يعني، وهناك وانا بتعامل مع اهالينا فحبيت اسوان اكتر واكتر، ولما كلت في اسوان حبيتها اكتر واكتر واكتر، ولما تعاملت مع سياده المحافظ اشرف عطيه، بص كتير ممكن تجد محافظ شاطر، بس في حاجة كده يمكن دي بتسميتي، محافظ جدع أو محافظ ابن بلد. يعني إيه؟ يعني محافظ مش بس عارف كل حاجة بتحصل في محافظته، لأ سريع. ده واحد هتقولي ما دي شطارة، هقولك حتى في الحاجات البسيطة الصغيرة اللي فيها جبر خواطر فتلاقيه جدع مع الناس. يعني الأسوانيين يحبوا اللي هو أشرف جدا، ده بجد مش هزار، ويشكروا فيه. طيب وهو عنده علاقة مباشرة بالناس، نوعية المحافظ اللي بينزل يتمشى في وسط الناس ويسمع ويحل، ولو ما فيش حل سريع يساعد بإمكانيات المحافظة قدر الإمكان إلى أن يأتي الحل الجذري. فلما تلاقي إنه اللواء أشرف عطية ياخد جائزة أفضل محافظ عربي، جائزة التميز الحكومي العربي، فيبقى فيها تصنيف أفضل محافظ على مستوى الدول العربية، فتلاقي اللواء أشرف عطية يستلم الجائزة، يستحقها بصراحة ويستاهلها جدا قوي خالص. خد بالك أنا لما سافرت أسوان آخر مرة، فأنا سافرت في الوقت اللي كان فيه الأزمة بتاعت السيول وما إلى ذلك، طبعا كانت أزمة شديدة الصعوبة، ربنا لا يرجع مثل هذه الأيام، وأنا استغل دائما السيول والأمطار والمياه تبقى يعني بنستغلها دايما الاستغلال الأمثل دون أن تسبب أي ضرر لأهالينا. هذا الرجل اللي حضراتكم شفتوه وهو يستلم الجائزة اللي هو أشرف عطية، ما كانش ده بجد بقى مش هزار، وحرفيا ده قدام عينينا، راجل مش مطالب يبقى ما بينامش، لا هو الثلاث أيام اللي احنا قعدناهم ولا الأربع أيام اللي هو أشرف فعلا ما نامش، فعلا ما نامش، بيزور كل المناطق اللي فيها مشاكل، واقف وسط الناس. خلي بالك انه في الحالات اللي زي كده الأسوانيين طيبين، بس في الحالات اللي زي كده المسؤول يقول لك ايه، بلاش احتكاك مع الناس لحسن بعدين ايه حد ايه اعصابه تفلت فتبقى مش لطيف. الراجل ده الحقيقه بيروح يتعامل مع الناس بمنتهى السلاسه والمحبه والذكاء والفاعليه، فلانه الناس عارفاه فحباه وواثقه فيه فكانوا بيستقبلوه بمنتهى الهدوء والموده، ويسمعوا منه ويشوفوا معاه اليات الحلول ايه وهكذا. وقتها انا متذكر انه الهلال الاحمر المصري اشتغل، حياه كريمه اشتغلت، انا متذكر كويس حياه كريمه اشتغلت، المحافظه اشتغلت، مستقبل وطن بالمناسبه اشتغل، كل الناس كانت بتجري. اسوان تستحق واللواء اشرف يستحق، فعايز اقول له اولا الف 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 مليون مبروك. انا مش عارف اذا كان اللواء اشرف معانا على التليفون ولا لا، بس حقيقي يعني اتمنى معانا اللواء اشرف على التليفون. سياده المحافظ اهلا وسهلا بحضرتك، الف 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 مليون مبروك. الله يبارك فيك حضرتك. الله بص حضرتك انت عملت كده مقدمه يعني قويه جدا، بسيطه بسيطه خالص، حقيقي فعلا انا مبسوط وسعيد جدا باللي حضرتك بتقوله دلوقتي. لا يا فندم دي حاجه بسيطه جدا ولا توفيك قدر ضئيل حتى من حقك يا سياده اللواء، حقيقي يعني حقيقي فعلا هي بامانه والله هي هذه الجائزه مقدمه فعلا لكل محافظي الجمهوريه، وعلى طبعا عايز اقول ان ده اهداء مني للسيد رئيس الجمهوريه، لان اي حاجه انا عملتها في محافظه اسوان كان دعم قوي جدا من القيادة السياسية والحكومة، وحقيقي فعلا ما كناش هنعمل حاجة إلا بالدعم والمتابعة، وأنا سعيد جدا بهذه الجائزة. طبعا
طيب يا رب ألف مبروك دايما ومن أفضل إلى الأفضل منه. بس سيادة اللواء يعني الجوائز كده لما بتبقى بتيجي بتبقى مسؤولية، لأنه هنا بتحصل منافسة مع الذات اللي هو هتقدم إيه لحد السنة الجاية بقى. أستاذ يوسف فعلا الموضوع ده حقيقي، يعني بيحسسك بالمسؤولية أكتر، وفي نفس الوقت يمكن أنا السعادة الكاملة لهذه الجائزة إن هي بتتقيم بشكل يعني نقول عليه فير تماما، وفي معايير معينة بتقيم عليها، وإحنا بنشتغلها بناء على رؤية مصر 2030. فبالتالي لقينا كل اللي إحنا بنشتغل عليه ده في 2030 ال 17 هدف، الهدف الرئيسي اللي عاملينه في المحافظة، لقينا نفسنا بنتقيم، والحمد لله التقييم كان في صالح محافظة أسوان، وأنا سعيد بهذه الجائزة. وعايز أقول لحضرتك إن هي يعني بتتكون من ثلاث محاور رئيسية، يعني برضو الحمد لله إن هم كانوا متوفرين، وهي خاصة بالأداء والإنجاز، دي جزئية، والجزئية الثانية بالنسبة للقدوة الحسنة، وآخر حاجة الفكر الاستراتيجي، يعني استشراف المستقبل بالنسبة للقادم إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. كان فيك الحمد لله تميز، الحمد لله. يا رب الحمد لله دايما، وإن شاء الله أكتر من كده جاي بإذن ربنا سبحانه وتعالى. طب أنا هروح مع حضرتك على قصة بتاعة بيت الأستاذ العقاد، واحنا كنا الحقيقه عرضناها عندنا في البرنامج، واتكلمنا مع المهندس رامي العقاد ابن شقيق مفكرنا الكبير استاذ عباس العقاد، واتكلمنا عن البيت وما الى ذلك، وانا قلت له استحاله استحاله تجد انه المحافظه تقدم على لا هدم البيت ولا ازالته ولا كلام من ده، قلت له استحاله، فقال لي والله يا ريت. وبالمناسبه احنا ما جالناش اي مخاطبه من المحافظه بتقول انها تعمل ازاله، وبعدين فوجئنا بانه في يعني كانت حقيقي مش بس اسميها استجابه ولكن تحرك سريع منكم يا فندم لتحويل بيت العقاد لمتحف ومزار ثقافي وسياحي. عايزين نعرف التفاصيل يا فندم. التفاصيل الحقيقيه اللي لازم كل الناس تعرفها ان البيت على 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 مساحه بالضبط 220 متر واثنين دور، معمول برضه بنظام الخاص بالحوائط، ما فيش فيه خرسانات، حوائط حامله حجريه. بالظبط كده، وده تم انشاؤه سنه 48. عظيم. بقاله فتره طويله جدا، وبعدين لو انت لاحظت في المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي تلاقي فيه مجموعه من السقالات شدات خشب عشان السقف. ايوه، لان الجار في الجانب الاخر مباشره على طول كان بيعمل اعمال انشاءات له وبيحسن من منزله، فأثر على المنزل. فبالتالي طبعا كان لازم تطلع اللجان، واللجان طلعت أكثر من لجنة، لأن احنا موضوع الإزالة لم يصدر قرار إزالة نهائيا، بل تم العرض على السيد رئيس الوزراء والكلام واضح ومحدد، قال كافة الحلول تعمل لصالح الترميم ثم الترميم ثم الترميم، ما تكلمش عن الإزالة خالص. حلو قوي. وبعدين الكلام كان محدد، يعني حتى كان محدد، قال لك لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ليه؟ لأن يعني اتجاه عام للدولة الاحتفاظ بكافة الإنشاءات اللي موجودة، اللي احنا بنسميها الانشاءات اللي تعتبر بالنسبه لنا تراث. صحيح. وكل هذه المباني موجوده عندنا في التنسيق الحضاري، واللي موجود ومتسجل من البيوت اللي هي تعتبر اثريه، وما ينفعش ان هي تزال بقرار من مهندس او مثلا بلجنه خاصه بالمنشات العائله للسقوط. ولكن فعلا البيت متاثر، ولكن هذه اللجنة إن شاء الله اللي خلال أيام بسيطة هتكون موجودة في أسوان هنبدأ العمل فعلي، لأن ده اتجاه عام إن احنا نعمل إن شاء الله هذا المنزل الدور الأرض منه، هيتعمل إن شاء الله مزار ثقافي وسياحي مفتوح للزوار والسياح وكل أهالينا في أسوان، عشان يعرفوا ما هو عباس محمود العقاد. إلا إن عايز أطمن حضرتك ان احنا في اسوان في اهتمام
غير عادي بهذه الشخصية العظيمة رحمه الله، لأن احنا عندنا اثنين تمثال، تمثال طولي كامل وانت داخل على المحافظة، وفي تمثال بيبقى من التماثيل اللي هي ايه الجزء المنتصف العلوي. ايوه تمثال نصفي. ده موجود التمثال النصفي، وبالتالي كمان في عندنا متحف للعقاد، في عندنا قصر ثقافة العقاد. وعايز اقول لحضرتك ان في اهتمام كبير جدا سواء من القائمين والتنفيذيين وانا على راسهم طبعا داخل محافظه اسوان، وبالتالي السيد رئيس الوزراء ما فكرش لحظه واحنا بنعرض عليه غير الامر اللي اتقال، الترميم اساسي، وهذه اللجنه ان شاء الله خلال ايام بسيطه ان شاء الله هتاخد فيها القرار، وان شاء الله القرار كله ان شاء الله لصالح الإبقاء على هذا المنزل، لأن احنا فعلا ده رمز من الرموز اللي أسوان كلها بتعشق، والأسوان كلها حضرتك يمكن لما كنت موجود معانا وشفت قد ايه الناس بتحب كل رموزها اللي موجودة الأسوانيين. صحيح. الانتماء ليها غير عادي للكاتب كمان الكبير. طبعا طبعا. طب سيادة المحافظ يعني احنا برضو محتاجين انه يتعمل الترميم الإنشائي وكله، ومحتاجين انه الواجهة والداخل في المنزل يعود إلى عهده الأصلي، يعني أكيد أكيد هنلاقي صور لبيت العقاد في الحاجات بتاعة المحافظة، ممكن يكون في متحف العقاد، ممكن يكون موجود حاجة هنا في القاهرة تتيح لنا أن احنا نشوف الصور الأصلية بتاعت هذا المنزل وقت إنشائه كان شكله عامل إزاي، لونه إيه، إذا كان في أي تصوير داخلي حصل فيه فوتوغرافيا لعباس العقاد رحمة الله عليه، فنقدر نعرف حتى شكل البلاط وشكل الحيطان كانت عاملة إزاي. يعني أنا نفسي نحنا نرجع بيت العقاد هو بيت العقاد سنة 1948. أنا بالنسبة للعقاد ده أهم من شكسبير، في ناس هتزعل بس هو أهم بالنسبة لي على الأقل. فنفسي يا سيادة المحافظ إن احنا نوصل للحالة دي إن شاء الله. ده هيحصل لأن احنا يكون معانا برضو مجموعة من الفنانين والأثريين، الناس اللي عندها الخبرة في التعامل في هذا المجال. أيوة أيوة. وأنا أطمن حضرتك إن شاء الله بعد ما ننتهي تماما حضرتك هتشوف كل ده عند حضرتك في نفس المكان، وحضرتك موجود وهتشاهد هذا الموضوع. وأتمنى لحضرتك نتشرف نتشرف وتسجل بقى من هذا المكان ان شاء الله. طبعا ده نتشرف، العقاد غير لي حياتي اصلا. انا عايز اشكرك جدا 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 سيادة اللواء اشرف، والف مبروك مره تانية وثالثه اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان.